قبل أن نبدأ إخواني الكرام، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل هذا الفيديو، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. نبدأ على بركة الله. إخواني الكرام، روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها حينما سألها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتسح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتسح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث إخواني الكرام كما هو ظاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في افتتاحه لصلاة الليل، وهو متضمن لمعنى عظيم يفتقر إليه كل أحد من هداية الله تبارك وتعالى، يحتاج إليه العالم والجاهل وطالب العلم والمفتي والمعلم والتلاميذ والرجل والمرأة والصغير والكبير، لا يستغني أحد عن هداية الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا سيما فيما اختلف الناس فيه. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بأنه حقيق بالمفتي أن يكثر من هذا الدعاء، يقول: وكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كثير الدعاء بذلك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الهداية هنا تشمل هداية الإرشاد، أي يدله على الحق، أي يعرفه به، فإنه قد يخفى وقد يلتبس وتتشابه الأقوال والمذاهب، فلا يستطيع أن يميز المحق من المفتل. وكذلك أيضا يشمل ذلك هداية التوفيق، أن يلهمه الحق وأن يدله عليه، أن يوفقه للعمل به وتبنيه، فيكون ممن يعتنقه ويقبله ويأخذ به ويعمل بمقتضاه، فهذه كلها داخلة فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الدعاء إخواني الكرام فيه هذا المطلوب العظيم جليل القدر، وهو طلب العبد من ربه سبحانه وتعالى الهداية التي عليها مدار النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أورد سؤالا: ما وجه سؤال المؤمن من ربه تبارك وتعالى الهداية؟ فذكر أن الهداية على نوعين: هداية مجملة، وهي الهداية إلى الإسلام، يعني بعض الناس يقول: اللهم اهدنا إلى الإسلام، فلماذا نسأل الهداية؟ فابن رجب يقول: الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية إلى الإسلام، فهذه هدى الله لها أهل الإيمان. النوع الثاني من الهداية، وهي الهداية المفصلة، فهي هداية إلى معرفة تفاصيل الإيمان والإسلام، وأن يعان الإنسان على معرفة ذلك والعمل به مع الإيمان واليقين، فهذا كله يحتاج العبد إليه ليلا ونهارا. ولهذا أمرنا أن نقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ومن ثم فإن قول العبد اهدنا الصراط المستقيم يشمل أن يهدى الإنسان إن كان مسلما إلى تفاصيل الصراط المستقيم، فإن هذه الشريعة واسعة وأحكامها متنوعة، والأعمال التي فيها وأبواب الأعمال والخيرات والمشروع من ذلك واسع جدا. ولو أن الإنسان استغرق العمر من أوله إلى آخره في تطلب باب من أبواب ليعمل به بعد الفرائض، فإنه قد ينقضي العمر وما أدرك آخره أو ما أحاط به، فيكون مشتغلا بالمفضول عن الفاضل أحيانا، والعمر قصير. وكذلك أيضا قد يلتبس عليه الحق، وقد يبحث ويقرأ ولكن لا يوفق، فيحتاج إلى هداية للعلم الصحيح، وهداية للعمل به، وهداية إلى أن يعرف الأفضل من الأعمال، وهداية ليثبت على ذلك إلى الممات. فالعبد بحاجة إلى هذه الهدايات الكثيرة المتنوعة. يقول الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: أن الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإثاره على غيره، فالمهتدي هو العامل بالحق المريد له، يعني يعمل به ويقصده ويريده ويؤثره على غيره، فهذه إذا حصلت للعبد فلا شك أنها أعظم نعمة. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نردد هذا السؤال في كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس لشدة حاجة العباد إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره ويجعله قادرا على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه، وما يعلمه فإن نفسه قد لا تطاوعه على العمل به وامتثاله والنهوض بما يجب من ذلك،
ولو أراد لعجز عن كثير منه، فهو مضطر في كل وقت إلى هداية تتعلق بالأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة النفس عليه، هل وقع على الوجه المطلوب وهل وقع على السداد، فيشكر ربه تبارك وتعالى على ذلك. أما إن خرج عن وجه الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفر ويعزم على أن لا يعود. هكذا المؤمن دائما في مراجعة، لا يكون سادرا لا يلوي على شيء، وإنما يحاسب نفسه، لأنه سيأتيه اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله فيحاسب على الصغير والكبير. يقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما في الحال الهداية التي يحتاج إليها الحال، فهذه لا شك أنها مطلوبة، لأن الإنسان ابن لحظته، وحياة الإنسان هي اللحظة التي يعيشها الآن، وهي الحياة الحقيقية. أما الذي مضى انتهى، وأما ما يستقبل فلم يأتي بعد. حياتك هي هذه، فاشتغل بإصلاحها وتعميرها بطاعة الله، واجعل الذي بينك وبين الله عاملا. إذا كان الذي بينك وبين الله عاملا فلا يضرك بعد ذلك لو كان الذي بينك وبين الخلق خرابا. المهم أن يرضى الله تبارك وتعالى. فهنا يحتاج العبد أن يعلم حكم ما هو متلبس به الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، وهل هو على حق أو هو على باطل. ثم هناك هداية تتعلق بمستقبله ليكون سيره على الطريق، الأشياء التي يريد أن يعملها، والأشياء التي يقصدها، والأشياء التي توجه إليها. فهذه هداية لا يستغني عنها العبد بحال من الأحوال. فإذا قال اهدني، فإن ذلك يدخل فيه هذه الأمور الثلاثة. فإذا كان هذا هو شأن الهداية، علم العبد أنه مضطر إليها في كل لحظة. انتهى قول ابن القيم رحمه الله. إخواني الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى أن نكثر من هذا الدعاء، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والفتن والاختلاف بين طوائف الأمة من المنتسبين إلى العلم أو غيره. فالعبد حينما يرى ذلك وما يدار به هذا الخلاف، للأسف الشديد كما تشاهدون عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال من لغة متدنية وضيعة، فإن ذلك يوجب على العبد أن يكثر من سؤال ربه تبارك وتعالى أن يهدي قلبه، وأن يوفقه للحق، وأن يتجرد في طلبه للحق، وأن لا يتعصب لشيخ أو طائفة أو متبوع أو غير ذلك، وإنما يكون مقصوده دائما الحق، فيدور معه حيث دار، ولا يرد الحق لأنه جاء عن طريق فلان أو فلان ممن يبغضه، أو من الطائفة الفلانية لأنه يشنأها ولا يحبها أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمختلف فيه من حق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة. ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.